السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مندي الفراخ. بما إن في رمضان بقى وكل يوم عايز يعني تغيير في الأكل، النهاردة هنفطر مندي فراخ يا حبايبي. الفرخة دي حبايبي 1.7 كيلو، وما ينفعش نجيبها كبيرة قوي عشان بنسويها مع الرز، يعني 1.5 كيلو، 1.6 كيلو، 1.7 كيلو كده، بتبقى الفرخة في المعقول بتستوي مع الرز. نضفتها وغسلتها كويس جدا ونقعتها في خل وليمون وملح لمدة ساعة، ورجعت غسلتها من المية اللي هي بتاعت الخل والليمون والملح، غسلتها بمية نظيفة تاني وصفيتها من المية كويس جدا. فتحتها نصين كده وفتحتها من هنا كده من عند الصدر، الحتة اللي هي بتاخد سوا جامد دي فتحتها عشان كمان تشرب من التتبيله الجبار. دلوقتي هنشيل الفرخه دي حبايبي، ودول يا حبايبي معلقتين صلصه طماطم عاملاها في البيت، عليهم معلقتين زيت ابيض نباتي ابيض، ودي التوابل يا حبايبي، معلقه فلفل اسمر، معلقه سبع بهارات، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا، نص معلقه كبابه صيني، ربع معلقه حبهان مفروم، نص معلقة جوزة الطيب يا حبايبي، معلقة ملح. كل المكونات دي حبايبي بمعلقة صغيرة. هنقلب المكونات دي الجميلة ده على الصلصة. الصلصة دي يا حبايبي هتقولولي حمرة جدا قوي كده ليه؟ حط عليها بنجر، بدخل البنجر في كل حاجة عشان علاج لفقر الدم كويس جدا. هنحط معلقتين زبادي كبار كده يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي هنقلب الزبادي مع التوابل مع الصلصة مع المكونات كلها. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي قلبت كل المكونات مع بعضها، هنشيل المكونات دي يا حبايبي ونجيب الفرخة بقى. هنجيب كده في الحتة اللي احنا فاتحينها بتاعت الصدر كده ونحط فيها كده يا حبايبي. هنجيب قلبها كده، ده هنتمن قلبها كويس جدا. وزعت التتبيله في قلبها كده وهنجيبها من الناحيه دي. وزعت كل الخليط اللي احنا عملناه حبايبي اهو في الفرخه، وهشيل الفرخه كده يا حبايبي. هجيب البوله اللي هحطها فيها اهي، الخليط اللي اتبقى نحط عليها. ودلوقتي يا حبايبي حطيت الخليط اللي اتبقى على وش الفرخه اهو، وزعت كل الخليط في قلبها وبره وجوه وكلها. الفرخه دي يا حبايبي هنشيلها في التلاجة ليله كامله ونعملها تاني يوم عشان تشرب من المكونات وتبقى طريه وحلوه. واهم حاجه يا حبايبي يعني البوله اللي هتحطوا فيها الفراخ تغطوها بغطا باي حاجه، المهم تتغطى. ودلوقتي يا حبايبي الفرخه اهي بعد ما بيتناها في التلاجة في التتبيله، يلا بينا نعمل الرز على البوتاجاز. ودلوقتي يا حبايبي الطاجن اللي هنعمل فيه رز المندة اهو هنولع عليه، حط يا حبايبي الشياطه وحط عليها الطاجن، مش هينفع نحطه منه للنار كده هيفرقع. دلوقتي يا حبايبي هنحط الزيت، زيت نباتي ابيض، مش هنحط كتير عشان خاطر الفرخه هتتحط عليه. دلوقتي هنحط بصلايه متوسطه مبشوره يا حبايبي بالمبشره. دلوقتي حطيت البصله، مش هنحمرها ولا هنصفرها ولا اي حاجه، مجرد انها تدبل بس يا حبايبي. وهنحط التوابل يا حبايبي بتاع المندي، معلقه ملح، معلقه كركم، نص معلقه جوزه الطيب، معلقه كاري، 3 ورقات لوري، ليمونتين لومي صغيرين، لو الليمونه كبيره تحطوا واحده، لو صغير حطوا 2، وكعب ماجي يا حبايبي لان بيدي الرز طعم جميل جدا، عود قرفه يا حبايبي. كل المكونات دي يا حبايبي بمعلقه صغيره، هنحطها على البصله كده. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي هنحط ده زبيب وده سوداني يا حبايبي، والزبيب نقعه في ميه لمده نص ساعه عشان ما يبقاش مسكر في الرز يا حبايبي.
نحطها مع البصله والمكونات. لو مش عايزين مكسرات يا حبايبي براحتكم تحطوه. كل حاجه تاخد ريحه من توابل المندي دي، بتبقى روعه روعه. ودي جزرايه متقشره ومغسوله ومبشوره، هنحطها برضو مع البصل. ويا حبايبي هقلب الجزر مع المكسرات مع البصله مع كل التوابل لما تدبل مع بعضها كلها كده، وتاخد طعم وريحه من بعضها كده يا حبايبي. تدبل بس، مفيش حاجة هنحمرها ولا أي حاجة. ودلوقتي يا حبايبي كل المكسرات والتوابل والجزر وكل حاجة اتشوحت مع بعضها، هنحط الرز ده. نص كيلو رز يا حبايبي غسلته وصفيته من المية كويس، هحطه على البصلة وكل حاجة. دلوقتي هقلب الرز مع كل المكونات دي يا حبايبي. ها بسم الله ما شاء الله، هنديله تشويحة كده مع الحاجات دي، المكونات المكسرات والحاجات الجميلة دي. ودلوقتي يا حبايبي شوحنا الرز مع كل حاجة اهو، هنطفي عليه. ودلوقتي هنحط المية للرز، مية سخنة يا حبايبي. هقلبه كده. بص يا حبايبي المية ما نحطهاش كتير، الرز باين من المية اهو، عشان الفرخة هتنزل سوائل على الرز، هتنزل في الرز. دلوقتي يا حبايبي دي الشبكة عندها بنحط فيها الفرخة تتشوي على الفحم، قصيتها كده وعملتها على قد الطاجن اهو، وهنحط عليها الفرخة. ادي الفرخة يا حبايبي، ودلوقتي يا حبايبي حطيت الفرخة على الشبكة اهي، هغطيها بورق الفويل. المفروض كان يتحط عليها من هنا كده ورق زبده، بس ما عنديش ورق زبده خلص، اتفاجئت والله، بس عادي هتبقى روعه. هنغطيها بورق الفويل كده على طول اهو يا حبايبي. هقفل عليها كويس جدا، ما يخش لهاش اي حاجه، تبقى نكتمها كده، نغطيها كويس. لازم نتمم على الطاجن من تحت نشوف متقفل كويس او لا. قفلتها كويس يا حبايبي اهو جدا. الفرن سخن يعني مولعاه اول ما بدات اعمل في الرز. هنحط الفرخة على شبكة البوتاجاز من نص على درجة حرارة 210. ودي حبايبي الفرخة بعد ما طلعت من الفرن اهي، روعة روعة. بعد ما استوت رحت شايلة الفويل من عليها وخارجة طاجن الرز كده بره، طلعته بره وحطيت الفرخة لوحدها تحت الشواية، خدت اللون الجميل دوت. الطاجن ده يا حبايبي بيقعد في البوتاجاز من ساعة وربع لساعة ونص. جربوا مندي الفراخ بالطريقة دي بأمر الله، هيعجبكوا جدا جدا جدا، روعة. الفرخة دايبة دوب، طعم الرز روعة. جربوا بالطريقة دي بأمر الله هيعجبكوا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلب، حبكم في الله ألف هنا وشفا، شير في الخير يا حبايب. رمضان كريم، نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. نلتقي في فيديو جديد. بشكر كل اللي اشترك في قناتي.